للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه هممنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد. النص ساعة اللي قبل ميعاد الفجر، بعد ما نكون خلصنا السحور وبنشرب الشاي، من أصعب الأوقات بالنسبة لي. خلاص هموت من التعب، وعارفة أني لو حطيت دماغي على المخدة مش هصحى ولا بمزيكة حسب الله، ولا بعرف أفك الخط عشان اقعد اقرا حاجه، ولا بحب اتفرج على حاجه ولا اسمع حاجه. فببقى قاعده كده على الكنبه، بس اروح مشغله الشيخ عبد الباسط على صوت خفيف كده، لان بحس ان صوته بيبنج مشاعري وبيدخلني في حاله من النيرفانا. يعني ايه النيرفانا؟ اللي هي النشوه. بس لازم الواحد يتفزلك شويه. المهم اني فتحته كده راندوملي، فطلع على صورة مريم، ودي من الصور القريبة لقلبي قوي، واللي في كل كريسمس اقعد اقراها واشرحها للولاد. وفجأة كنت كأني بسمع الآية اللي هي إذ نادى ربه نداء خفيا، كأنها أول مرة في حياتي بسمعها. هو اللي مش بينادي، يعني اللي بينادي على حد ده مش بيزعق كده ويبقى صوته ملعلع عشان التاني يسمعه؟ زي كده لما كنت الواحد ينادي على مامته واحنا صغيرين، يا ماما، عشان تنزل لي السبت من البلكونة وتاخد الحاجات اللي اشتريتها لها. يعني ايه نادى ربه نداء خفيا؟ وساعتها ان حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اذا همست اليه ونجيته، او حتى خطر على قلبك سمعك وحس بيك، اقرب اليك من حبل الوريد شريان حياتك. هو اقرب اليك منه. يا الله، والنداء الخفي ده ما بيكونش إلا من نفس مكسورة. وفي حالة سيدنا زكريا في إيه كسرة نفس أكتر من الشيخوخة والوحدة وقلة الحيلة؟ ومش بس كده، وأمل مستحيل. وتخيلت كده في عقلي راجل عجوز لحيته بيضة ومقتب، واقف في محراب السيدة مريم قدام شباك داخل منه ضوء ناعم من شمس لسه بتحاول تشرق، عارف ان محدش سمعه ولا حاسس بيه غير ربنا سبحانه وتعالى. فاطمن، وفي اللحظة دي لم يخجل من انكساره، ولم يخفي شوقه ولوعته لأمر مستحيل. وفكرت في دعاء، يعني كان تم تداوله فترة كده على الفيسبوك، صورة مكتوب عليها يا رب انت عارف اللي في نفسي فنولهوني. يعني بصراحة حسيت كده، يعني ايه ده؟ طب انت بتكتب رسالة لربنا على الفيسبوك؟ ولا بتكتب عشان اصحابك يشوفوه؟ ولا بتكتب لنفسك؟ ولا بتكتب لمين بالظبط؟
طب يعني حاولت اتخيل يعني شكل اللي كتب البوست ده وهيئته، هذا الداعي الفيسبوكي اللي قاعد بيقول انا يا رب انت اللي عارف اللي في نفسي فنولهوني. طب يعني على فكرة انا نفسي عملت شير للدعاء ده، بس يعني عارفين فكرني بنكتة تانية. استاذ بيسأل الطالب عنده فقال له شوف يا مستر انا فاهم وانت فاهم فبلاش كتر كلام. نعم. طب فين بقى انكسار زكريا اللي كانت نتيجته ان ربنا سبحانه وتعالى رزقه بسيدنا يحيى اللي ربنا سبحانه وتعالى اسماه فكان حيا في الارض وحيا في السماء؟ والنداء الخفي والدعوة اللي هي فيها تضرع بتيجي من قلب واثق بربنا سبحانه وتعالى، والقلب الغير واثق في رحمة وعطاء الخالق الأعظم ده أنا بعتبره قلب معاق، معاق بالمرارة أو بالحسرة أو بالشك أو بأي حاجة تانية. وكلنا في الحياة بنصارع بدرجات متفاوتة مع الشك وعدم اليقين. المعضلة اننا بنكون مش عارفين ازاي نتعامل مع الاحاسيس دي، واعتقد ان اول خطوة علشان نتعامل مع الشك وعدم اليقين هو اننا نعترف ببشريتنا. احنا بشر، لا احنا ملايكة ولا احنا شياطين، ومنذ بدء الخليقة مع ادم كانت للكلمة قوة وسلطان، وقوة الكلمة هي بوابة الإيمان. خد بالك من الكلام اللي بتقوله وبتسمعه، ما تخليش كلمة تدخل لقلبك بدون ما تمر على عقلك. وعلى فكرة استخدام العقل لا يتنافى مع الإيمان، بالعكس، لأن ربنا سبحانه وتعالى حثنا على إعمال العقل وإشراك القلب والعقل معا في تصريف شؤون حياتنا. زمان كنت قريت كلمة معناها راقب أفكارك لأنها ستصبح كلماتك، وراقب كلماتك لأنها ستصبح أفعالك، وراقب أفعالك فإنها ستصبح عاداتك، وراقب عاداتك فإنها ستصبح شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها ستصبح قدرك. فاللي بنفكر فيه هو اللي هيشكل مصائرنا وأقدارنا. إذا فكرنا في الخير نلنا الخير، والعادات اللي بننميها وبنغذيها وبنؤصلها في حياتنا هي اللي بنزرعه النهاردة عشان نحصده بكرة. ازرع في عقلك فكرة تحصد كلمات، ازرع كلمات تحصد أفعال، ازرع أفعال تحصد شخصية ومصير. فإذا غذينا أفكار الشك وقلة اليقين أكيد هنحصد مصير مليان حرمان وحسرة. بس منين بتيجي الأفكار؟ أفكارنا بتيجي من مصادر متعددة، بتيجي من اللي بنقراه، من اللي بنتفرج عليه، من اللي سمعناه من أبهاتنا وأمهاتنا وإحنا صغيرين، من اللي بيقولوه لنا الناس اللي بيحبونا، وكمان اللي بيقولوه لنا الناس اللي بيكرهونا، وكمان من الأصحاب والأشخاص اللي بنحيط نفسنا بيهم. لأن الكثير من مفاسد الأخلاق الحميدة بيجي من الصدقات اللي بنختارها لأنفسنا.
ونحن ما نفكر به. أفكارنا هي اللي بتشكلنا. كل اللي في حياتنا هو نتاج أفكارنا. إحنا اللي بنخلق عالمنا. إذا تكلمنا أو تصرفنا بدون وعي هنخلق المتاعب في حياتنا. وأفكارنا دي كمان بتنبع من إيماننا. سواء إيماننا بربنا سبحانه وتعالى، إيماننا بأنفسنا، أو إيماننا بالآخرين في حياتنا. وممكن الإيمان ده إما أن يكون في غير موضعه، أو يكون في موضعه الصحيح بس بيضعف أو بيتلاشى. وده شيء طبيعي مع كل المصاعب والتحديات اللي بنقابلها في الحياة. وعلى فكرة كلنا بنمر بأوقات عصيبة وصعبة دون استثناء. الغني والفقير، المعافى والمريض، الصغير والكبير. يبقى ازاي بقى يكون ايماننا راسخ وثابت وقت الشدة؟ لحظات الضعف والانكسار في وقت الازمات بتكون زي الكير اللي بنستخدمه عشان نصهر الحديد. علشان الحديد لما ينصهر الشوائب بتطلع فوق، فيبقى الحديد اللي متبقي ده نقي من الشوائب. فلو فكرنا فيها على انها لحظات بناء الشخصية زي ما بيسموها في تدريبات الجيش. في تدريبات الجيوش بيخضعوا جنودهم لاختبارات جسدية ونفسية رهيبة، وبيسموها Character Building Days، أيام بناء الشخصية. وبيتعلم الجنود فيها إنهم يتعاملوا مع الغموض وعدم اليقين، يتعاملوا مع الألم، كمان يبنوا ثقة مع زملائهم ورؤسائهم. وقوة أفكارنا هي واحدة من أقوى القوى وأكثرها فائدة اللي موجودة في حياتنا. عارفين الفيديوهات اللطيفة للأطفال اللي بتيجي على اليوتيوب وهم بيحاولوا يفتحوا باب أو يعدوا فوق حاجز أو ينزلوا من سريرهم العالي بالليل؟ كل دي دلائل على قوة أفكارنا. أفكارنا عاملة زي فيديو شغال في شاشة افتراضية في عقلنا. كل ما نشغل الفيديو اكتر ونتفرج عليه اكتر، كل ما بنتشبع بالافكار دي ونخليها بتحدد نوعية حياتنا اللي بنعيشها. وعلشان نغير حياتنا يبقى لازم نغير الفيديو اللي شغال في دماغنا ده. وقوة الأفكار قوة خلاقة إبداعية. والجميل إننا نقدر ندرب عقولنا على تغيير الأفكار واستغلالها لمصلحتنا وتغيير حياتنا للأحسن. الأفكار زي البذور اللي بنزرعها، لو نمينا الفكرة الصح هتنمو صح وهتغير حياتنا. وأكتر حاجة ممكن تساعدنا على استغلال قوة أفكارنا هو الدعاء والتذلل للخالق الأعظم والاستعانة بعونه وقوته. أكتر حاجة هتساعدنا هو النداء الخفي اللي بيننا وبين ربنا بس، ما يسمعوش غيره. وبما إننا في الفجر والواحد دماغه تقيلة، مش قادرة اتكلم اكتر من كده، مع ان الافكار كتير قوي 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 في دماغي. فحختم معاكم بدعاء. وانا لما بدعي بكلم ربنا سبحانه وتعالى زي ما بتيجي الأدعية في دماغي بدون تكلف، زي ما بيجي في قلبي. اللهم يا الله، تعاليت وتقدست أسماؤك. نقي أذهاننا من الأفكار اللي بتحرق طاقتنا
وتزعزع عزيمتنا وثقتنا بأنفسنا. يا الله، اهترق القلب والجسد تحت وطأة الإجهاد، فساعدنا أن نظل مخلصين لك، مخبتين لك، منيبين لك. اللهم صفي أذهاننا من الشك والخوف والقلق والحزن واليأس والشهوة والإغواء والحسد والغيرة والحقد والكبرياء وأي شيء يكسر قلوبنا ويسمم حياتنا. ساعدنا ان احنا نصبح افضل خلقك يا الله. يا رب ارزقنا دعوة بانكسار، ارزقنا نداء خفيا كنداء زكريا. اللهم امين. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة القصيرة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. اتكلمنا فيه عن حاجات كتير، وافتكرنا سيدنا زكريا ودعوته اللي دعاها لربنا سبحانه وتعالى بانكسار وفي الخفاء، فربنا سبحانه وتعالى رزقه ما تمنى. واتكلمنا كمان على أن ازاي الأفكار هي اللي بتخلينا نصيغ حياتنا، فربنا يعيننا ان احنا نغير افكارنا لافكار احسن، ونغير حياتنا لحياة احسن. اشوفكم بكرة ان شاء الله.